كشافة حي. الشعب وانت وانت الشعب واشبعه وانت انت جلال الشعب والامام. هذا الهداف الذي يعلو فتسمعه جميعا لا تسلم ايها الاعلام. ممتاز. اليوم جميعنا تحت رايه العلم العراقي، ها هي كشافة العراقية متمثلة بجمعية نينوى وكشفيها، تنطي رسائل لجميع العراقيين لجميع العالم انه نينوى مهما تمرض لكنها لا تموت. هذه رسالتنا لجميع العراقيين. كما تعلمون اننا في هذا المكان وفي نينوى وعلى كل شبر من ارض العراق العزيز لا يجمعنا الا هذه الراية. يرفع علم البلاد العالي آمن بيعك يا موطننا ويبقى ترابك هو الغالي. حافظوا على هذا التلاحم وهذه الألفة وانشروا ثقافة التسامح والسلام والتعايش ولا تسمحوا لأحد أن يفرق بينكم. أقامت الجمعية نينوى الكشفية بالتعاون مع مديرية عام التربية نينوى وبالتعاون مع مؤسسة التطوع معنا مخيم التعايش السلمي الأول على أرض مخيم الحدباء بمشاركة أكثر من 100 متشارك يمثلون 100 مشارك يمثلون الأقضية ونواحي نينوى بجميع أطيافها وقومياتها وأهلها. ها هي رسالة الكشافة العراقية، نعطي رسالة العراقيين أنه كشافة العراقية بخير وأن العراقيين دائما يبعثون رسائل إيجابية عن أرض عن طريق أرض محافظة نينوى أنه نينوى تمرض لكنها لا تموت. ودائما نحن نتغنى بهذه المقولة أن بناء الإنسان أهم من بناء الجدران، وعليه أنا أؤكد على هذه المقولة أنه نشوف فرحة الشباب اللي موجودين على مدى 3 أيام. وهي هاي رسالة التعايش. أم إيماننا أنه رغم تجينا نكبات ورغم تجينا مآسي إلا أن نعطي رسائل دائما أنه نينوى بخير ودائما هي نينوى الأفضل. أقامت جمعية نينوى الكشفية بالتعاون مع مديرية تربية نينوى ومديرية النشاط الرياضي والمدرسي المخيم السلمي الأول وعلى أرض مخيم الحدباء الكشفي. نبارك هذه الخطوة الجبارة لجمعية نينوى التي أوصلت بدورها رسالة من هذا المكان بأن نينوى تتعافى وتعود من جديد إلى أحضان الوطن ولا يوجد فرق بين أي مكون من مكوناتها. شكرنا وتقديرنا لجميع المشاركين في هذه في هذا المخيم الرائع. شكرا لكل من دعم هذه الحركة المعطاءة. اجتمع أكثر من 100 شاب في المخيم الكشفي بعد مشاركة فريق تطوع معنا مع الجمعية الكشفية في نينوى لجمع هذه الثلة من الشباب وإعادة اللحمة الوطنية ونشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش من جديد هنا في أرض نينوى الحرة الأبية. تحت شعار حب العراق ونينوى يجمعنا تقيم جمعية كشافة نينوى بمشاركة مؤسسة التطوع معنا مخيم التعايش السلمي الأول على أراضي مخيم الحدباء الكشفي الذي شارك به مجموعة من طوائف وقوميات محافظة نينوى التي تعتبر عراقا مصغرا. وتكللت هذا المخيم بعدة محاضرات توعوية وثقافية وكانت مبادرة بالأمس بخروج مجموعة من الكشافين بأعمال إكساء وتنظيف شوارع نينوى. وبنهاية أحب أن أشكر قناة الموصلية السباقة في نقل الحدث. هذا المخيم الذي جمع كل أطياف نينوى بكافة مسمياتها وقومياتها ودينياتها حقيقة كانت تجربة رائعة جدا لمدة 3 أيام نجلس ونأكل وننام ونتعايش مع جميع مكونات وأطياف نينوى من الشيعي والسني والكردي والعربي والتركماني والمسيحي والأيزيدي وكل الأطياف لكي ننقل صورة واضحة. نحن هنا ليس فقط لإثبات وحدة نينوى بل لعكس صورة نينوى الحقيقية وهي الوحدة والألفة والمحبة والتسامح، وإن شاء الله ماضون من أجل خدمة نينوى والعراق عامة.